أبدأ معك مجيد بطمين. كنا تحدثنا من قبل عن هذه المباراة، قلنا بأن هذه المباراة صعبة وصعبة كثير، سواء للأهلي المصري ولشباب الوزداد الجزائري، ومباراة انتهت من دون أهداف. كيف تابعت هذه المواجهة؟ وربما بكل صراحة شباب الوزداد كان الأقرب للفوز بهذه المباراة، أليس كذلك؟ تفضل. صحيح أخي عمر، كما توقعنا المباراة كنا قلنا بأنها ستكون صعبة وقد كانت كذلك، برغم أن بلوزداد لو سجل خاصة من الركلة الحرة لبن عيادة التي ارتطمت بالقائم ربما كان يحقق نقاط الفوز، وكما توقعنا أيضا بأن الأهلي بمن حضر، بأن الأهلي الذي يعاني من نقص المنافسة لأكثر من 50 يوم لم يظهر عليه ذلك النقص تقريبا، وكان ند قوي أيضا لشباب الوزداد، وكما هي العادة في المباريات بين الأندية المصرية والأندية الجزائرية كانت المباراة قوية وكانت ستحسم على تفاصيل صغيرة. هذه التفاصيل عمر لم تأتي ولم تكن تقريبا موجودة في المباراة، يعني فرص صريحة لكلا الفريقين، وبالتالي التعادل ربما يراه البعض بأنه تعادل عادل ويبقي على الحظوظ كاملة لكلا الفريقين. ربما مجيد، ربما أحمد.